للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي. دكتور كيلاني مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم والأستاذة دينا وحضرتك أستاذ أحمد. الخبر الجيد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأوروغواي ارتفع بنسبة 133% تقريبا ما بين عامي 2020 و2021. إذا هذه أرقام مطمئنة يمكن البناء عليها، مشجعة لمزيد من التبادل التجاري بين مصر والأوروغواي. دي حقيقة يا فندم، وإحنا في الفترة الأخيرة بنشهد هذا التوسع، وخليني اقول لحضرتك ان احنا بدانا في المرحله الاخيره نشوف نمو كبير جدا في دول التجمعات زي الكوميسا، زي الاسيان، زي دول مصر ومنها اوروغواي، وده بشكل او باخر بيشكل نوع من تحقيق طفره كبيره جدا في كافه القطاعات التي تاثرت بسبب ازمه فيروس كورونا وبسبب ايضا الازمه الروسيه الاوكرانيه. وخليني اقول لحضرتك يعني في البدايه لو قلنا ان صادرات مصر غير البتروليه وصلت لكام ونعمل نسبه وتناسب بينها وبين دول اوروغواي، احنا ممكن نتكلم ان الصادرات المصريه غير البتروليه تخطت ال 32 مليار دولار بفاصل 128 مليون، وده تلامس ال 33 مليار حاليا. لما نقول ان حجم صادرات مصر لامريكا الجنوبيه ومنها اوروغواي 461 مليون دولار. لكن لما نيجي نقسم بقى حجم التبادل التجاري وننسبه بين امريكا دول امريكا الجنوبيه ومصر وصل الى 5.1 مليار دولار، ودي نسبه كبيره جدا ونمس في يعني التوقيت الحالي بشكل كبير جدا، لان مصر خطت خطوات كبيره جدا في فتح اسواق في المحيط الافريقي في دول امريكا الجنوبيه ومنها اوروغواي. فده يعني تخطيط جميل جدا في الوقت الحالي حتى أنه يحقق آفاق تنموية في المستقبل القريب. دكتور محمد، يعني كيف تنظر لمدى الاستفادة من هذه العلاقات ما بين مصر والأوروغواي واستخدام أوروغواي كمنفذ للأسواق في أمريكا الجنوبية؟ خليني أقول لسعادتك إن التجمع بيضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. التجمع ده بيشكل يا فندم الرابع اقتصاديا على مستوى العالم، يعني اهم شريك تجاري لمصر بعد الاتحاد الاوروبي، بعد الدول العربيه، بعد الاسيان، بعد المحيط الافريقي. وخليني اقول ان اهم الصادرات المصريه اللي ممكن الحكومه المصريه تستفيد منها وتقدر انها تفتح اسواق كبيره واسواق مستحدثه في هذا التجمع، ممكن لو اتكلمنا على فحم الكوك والقطن الخام، الكربون ونطرات النشاجر، نتكلم عن النباتات الطبيه، بنتكلم على الاثاث الخشبي، على الارز، على يعني كل هذه مستهدفات مهمه جدا للحكومه المصريه تكاد تكون ان هي بتتوسع فيها بشكل افقي ورأس. طيب هل السوق في هذه الدول محتاج هذه الصادرات في الوقت الحالي اللي هي في دول تجمع الميركسور ومنها أوروغواي وباراغواي والأرجنتين والبرازيل؟ دي حقيقة فعلا، لأن ده أهم وقت لازم الحكومة المصرية تركز على أنها تفتح أسواق كبير، لأن نقص ثلاثة الإمداد من الصناعة الصينية أثر بشكل كبير جدا، أيضا الصناعة اليابانية، أيضا بالنسبة لأمريكا. وبالتالي أنت النهاردة بتعملي نوع من التبادل التفضيلي بين هذه الدول في الوقت الحالي. دكتور كيلاني، يعني أوروغواي تنضم لمجموعة الميركسور وهذا سوق واسع جدا، يعني يضم حوالي 240 مليون نسمة، ناتجه المحلي نحو 1.4 تريليون دولار، يعني يستورد بحوالي 280 مليار دولار سنويا. هذا سوق واسع جدا وكبير جدا، وبالتالي هو متسع لأن تذهب إليه الصادرات المصرية بشكل متسع، ربما خاصة الصادرات الزراعية التي نحن لدينا فيها سبق كبير خلال الأعوام الماضية. دي حقيقة، وأنا بحيي حضرتك على هذا السؤال، لأنه الصادرات الزراعية في هذا التوقيت هم بيركزوا على هذه النقطة، ولذلك هم في قائمة الطلبات اللي طلبوها من السيدة وزيرة التضامن يعني قائمة بأسماء الشركات المنتجة للأسمدة. وزيرة التجارة والصناعة. وزيرة التجارة والصناعة. وخليني أتطرق لحضرتك ليه هذا الطلب بالإجابة على سؤال حضرتك ولكن بشكل غير مباشر. مصر بتنتج 23 مليون طن من الأسمدة، فبدأت حكومة أوروغواي النهاردة أنها تركز على هذه الصناعة بشكل أو بآخر، وبدأت حبة أنها تستفيد
من الشركات المصنعة في مصر. فالنهاردة عندنا فائض من هذه الصناعة بنسبة 14 طن مصر بتصدره إلى الخارج، وبالتالي فتح أسواق في هذا المجال بالنسبة لحكومة أوروغواي مهم جدا، وزيادة أفاق التبادل أيضا، لأنه موضوع الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية اللي مصر النهاردة بتنتجها بصفة خاصة، يعني ده بيشكل اهتمام كبير جدا لدى الحكومة الأوروغواية، وبالتالي يعني ده اللي هم بيركزوا عليه في الوقت الحالي مع الحكومة المصرية. خلينا وقت حضرتك إن أيضا الحكومة المصرية بدأت إجراءات، يعني ممكن نقول إنها بتحدث نوع من الوزن النسبي في تبادل السلع خارج مصر، يعني أعفوا 600 سلعة متبادلة مع هذه الدول، وبالتالي هذه الدول النهاردة لما تقول لك والله ده أنا محتاجة منك قائمة بالشركات، قائمة بالسلع اللي أنت بتصدرها خاصة المتعلقة بالحاصلات الزراعية أو بالأسمدة أو بخلافها، فأنت النهاردة ركزت على ملفات بتحدث وزن نسبي في الميزان التجاري الخاص بالحكومة المصرية.